الصور اللي شفناهن امبارح كانوا كتير بشعين وما منحب نرجع نشوفهم مرة تانية. كرمال هيك اليوم مع الفنانة التشكيلية غادة نجار رح نروح لصور أحلى كلنا منتمنيها. غادة صباح الخير. صباح النور. يعطيك العافية. الله يعافيك. اليوم على أي جو فن تشكيلي بدك تاخدينا؟ بدنا نروح شوي كمان على الناتور، على الألوان وشوي على الخريف. كنت بدي اسالك لان قلتي لي ناتور والوان وبعز الخريف لازم يكون يعني هيك داخلين ببعضهم. ما هيك؟ اكيد. يلا الفكره فاذا رح نبلش فيها معك اكيد بالالوان لنشوف اي الوان رح تعتمدي وخلاصه التابلو شو رح بتكون. اوكي. بلشتي باساس التابلو قبل غاده بتعتمدي هذا الاسلوب ولا ديركت؟ ايام بلا ايام بعتمد هذا الاسلوب وايام يعني دغري ببلش كل مره شكل. نعم. هون الخطوط الاولى كنايه عن شو ولا شو عم بتاسسي؟ هلا عم جرب اعمل الشيب يعني تبع الرسمه. اوكي. هيدا البيت؟ هيدا البيت. بيت ارميد. مزبوط. فإذا نحن ماشيين معك خطوة خطوة. غادة نجار الفنانة التشكيلية. غادة كنت ضيفتنا يمكن بفترة سابقة صح؟ مزبوط. بلا اليوم أنا عم بتعرف عليك لأول مرة كمشاهد وكمحاور. مزبوط. بس ليه بالأسود؟ هيك بخطط فيهم يعني تعرف كيف بدي يعني وين بدي عبي بانتير. اوكي. هلا بعدين بتخضع لتعديل الالوان. ايه مزبوط. اوكي. عم تعتمد البانتير؟ باردون. عم تعتمد يعني اي نوع من ال ايه الاكريليك. هلا عم برسم بالاكريليك. نعم. عادة برسم بالبانتير الزيت. من هيك عم بسألك لشوف أي ستايل اعتمدتيه اليوم. عم شوف هيدي الطبيعة. بتعرفي خلينا نسأل المشاهدين إذا بيحكونا على 01-491-703 أي صورة حلوة بتحبوا تشوفوها عن لبنان أو كيف بتحبوا تشوفوا لبنان بأي صورة؟ هيدا السؤال هيك أزبط. بأي صورة بتحبوا تشوفوا لبنان؟ إذا بتحبوا تحكونا مع رسمة غادة نجار على 01-491-703 نحن حاضرين لنسمع كل آرائكم وكل أصواتكم واتصالاتكم مباشرة على الهواء. بعد شوي بيمرق رقم التليفون بأسفل الشاشة وبلشت اللوحة تاخد إذا بدك هيك معالمها الأساسية من إزرقاق السماء وتحديد هيك أساس البيت. إن شاء الله يكون هيدا البيت أساسه متين يا غادة. أكيد. على أمل أنه هيك لبنان الجديد بدنا نبنيه إذا بلبنان نكون عم نبنيه على أسس متينة. مزبوط. مش كل شغلة هيك تهزه وتاخدنا لحرب ولفتنة ولانقسامات ولا دم بالشارع. أبدا. لبنان بيوته مبنية على الصخر. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله إيماننا بهيدا الوطن كمان يكون مبني على هيدا الأساس. ما هو إيمان وطننا ببني على إيماننا فيه. هزتك مشاهد امبارح كمواطنة لبنانية غادة؟ أكيد هزتك. شو هالسؤال أنا؟ أكيد أكيد عن جد. لا سألتك لأني كفنانة تشكيلية بعرف يكون عندكم إحساس مرهف زيادة عنا. شو لك؟ لأن أنت عم ترسم الطبيعة، عم ترسم الحياة، عم تعطي حياة للوحة الجامدة اللي عم تشتغليها بتصير هي حياة عشوي بدها تحكي. مزبوط. اللي شفتي امبارح هيك واليوم عارفة إنه عندك إطلالة على يوم جديد، شو فكرتي بالموضوع؟ قلت أنا شو بدي أطلع أرسم بكرة؟ امبارح شفنا سواد ورصاص وبنايات عم تتخردق وناس تخردقت للأسف واستشهدوا وصاروا ضحايا الله يرحمهم. بتعرف حسيت انه بركي بنغير لهم جو اليوم هيك شوي بالرسم بنشيلهم من
من هالوضع اللي كانوا فيه. يعني هيك بنجرب نموح عنهم شوي، لانه اكيد شيء كثير بضايق يلي شفناه امبارح. اكيد هيدا اللي حكيته الصبح، انه نحن رح نكفي عادي، مش معناتها انه نحن منا مأثرين او منا زعلانين او منا مقهورين اكيد على كل شيء صار، بس بالرسمي عم نقاوم، بالموضة عم نقاوم، بالصحة عم نقاوم. مزبوط، نحن شعب بقاوم كل يعني قد ايه مرق علينا صار وقد ايه بعدنا عم نقاوم. هديك مقاومة مستمرة، عندك سعر صفيحة البنزين والغاز وفاتورة المولدات الكهربائية، هيدي إلخ إلخ إلخ، وآخر شيء يعني ما بعرف منين بيجيك الإلخ هيك بيفتلك راسك فتل. طيب غادة، يعني بمنطقة جبلية، ايه مع شجر وهيك، هلا ستيل شاليه في اولى ولا لا؟ ممكن يكون بيت، لا بيت جبلي اكثر، بيت جبلي اكثر. ايه اوكي، الخريف رح يظهر باي طريقه؟ سما زرقاء عندك غاده، يعني شوي مصفره. في ايه مزبوط، هيك بالوسط في شويه اصفرار. عم تسكر الشبابيك؟ عم تسكر الشبابيك بس مضويين الأضوية جوا. اوكي، دولي ولا اشتراك؟ هقت عندهم مطار. فاذا واو شو حلو هالامبيونس اللي عم نعيشه، يعني ما بعرف باي وسيله تدفئه بدها تكون جوا غاده، يعني هيئتهم مشعلين حطب. اول فكره بنقول شوميني، بعدين لا، لان الحطب كمان التون صار سعره غالي، المازوت حدث ولا حرج، الغاز، الدفايات. نحن بالاثناء رح نشوف كمان صور غاده مع رسمتك، يعني باراليل مع بعضهم. اوكي، على الشاشه، وبانتظار الاتصال يعاود مجددا معنا لان انقطع الاتصال، بركي تاخرنا عليه. والصور عم نشوفهم على الهواء. هذا القديسه فيرونيكا جولياني. نعم، هودي لوحاتك؟ هو لوحاتي ايه. شو الفرق بين انك ترسمي مناظر طبيعيه وترسمي وجوه، وخاصه لما بنروح على الايقونات؟ يعني في مقاييس محدده مجبوره تلتزمي فيها وتعطي نفسك انت كمان باللوحه. اكيد فرق كبير بين البيزاج وبين البورتري، بين الايقونات، كله بيفرق، يعني كله كل شيء له حلاوته يعني. نعم، انا هلا كنت مؤخرا عم بتعلم كتابه الايقونه. كمان شيء كثير رائع يعني. صحيح، بتشوفي فيها اكثر من ايه واكثر من مساج بالايقونه. مزبوط، اللي بيعرف يقرا الايقونه. هلا يعني طقس خريفي صار عندك. ورقه الاصفر، شهر ايلول وشهر تشرين الاول وتشرين الثاني، وصولا لكانون الاول ب 21 نستقبل فصل الخريف. هون شو خيالات؟ خليني معلي عم فوت معك بكل التفاصيل. هودي خيالات؟ هودي خيالات هلا، لانه بدها يعني نحن حد بركة مي؟ بدنا نحط مي. مزبوط. اوكي، سلام على اسمه قديس لبنان مرشار والقديس العالم. هنا مرشار بلاي. ناخذ اتصال. الو صباح الخير. بونجور، كيفك إلي؟ الحمد لله، مين معنا؟ مادونا سلايب أبليس لبقى. أهلا وسهلا فيك يا مادونا. مادونا طرحت سؤال من وحي اللوحة اللي عم ترسمها غادة نجار الفنانة التشكيلية، بأي صورة بتحب تشوف لبنان؟ بأي صورة؟ لبنان بكل الصور حلوين أكيد، الصور الجميلة للبنان. وإذا أنتوا عم تحكوا عن القداسة والهيك، أكيد صور القداسة النابعة من عنا بلبنان أجمل صورة بتعبر عن لبنان. نعم، واللي شفتيه امبارح يعني شو بتعبري عنه؟ لا تعليق. لا تعليق، برافو عليكي. لأنه لبنان حلو، أنا ما بحب أحكي سياسي بس حلو العيش المشترك. نعم،
يعني انا عايشه بضيع عيش مشترك بتعقد مع انها النفسيه كثير حلوه، وحلو الواحد انه يتعرف على الثاني بكل اكيد اكيد، هيدي ثقافه ومعرفه اضافيه بتبتغني ثقافتك. صحيح صحيح. عجبتك اللوحه لحد هلا صديقتي؟ انا صراحه لبعدني فاتحه التي في. يلا هلا شو عم بتشوفي؟ اخدينا كلوز، عم نشوف بيت جبلي وبشجر شيء على شط شيء نهر او شيء هيك. هلا غاده بدها تقلنا وين على البحر؟ اكيد لا. بحيره. بحيره شيء هيك. بحيره بحيره. بتحب الرسم؟ ايه غرام الرسم. خي جربتي هيك تتمرني تتعلم؟ كنت انا وصغيره انقل لشيء مثلا عن العلب هول بسكويت. ايه برافو عليكي. مزبوط مزبوط. يعطيك الف عافيه. واذا عندك وقت نمي هالموهبه اللي عم بيقولوا يعني لازم خاصه السيدات بس يعني ينتهوا من الاهتمام بالعائله ويكبروا الاولاد يرجعوا لهواياتهم، لان حق يعني صحتكم النفسيه عليكم انه تعطوها شيء هي بتحبه وبتحب تطبقه بالحياه. اكيد اكيد. شكرا لك. على الوظيفه ما في وقت اكيد. ايه بعرف بعرف. الله يقويك. ميرسي. الله يقويك. ميرسي على تليفونك وعلى هيك اذا بدك هيك نقاوه وصفاء فكرك. شكرا لك. شو يا غاده؟ بدنا وقت يعني عم جرب اسرع قد ما في. بس انا عم بشوف الصور كمان وراك على الوول. هذا تقريبا زيت ستيل هيك مثل ما غاده يعني بتحطي خطوط رئيسيه واوقات بتتخطيها. يعني اليوم شفتك جايبه تابلو صفحه بيضاء. مزبوط. ودغري شفنا هيك الطبيعه صارت حاضره عليه دائما هيك. عفوا على السؤال، يعني بيكون ارتجالي؟ لا. ولا هيدي الخبره بتلعب دوره؟ لا اكيد مش دائما ارتجالي، لانه اذا بدي ارسم بورتري بدها تكون الصوره يعني طبعا بورتري في ايه؟ يعني مقاييس دقيقه تعتمديها ليكون الشكل واضح. هلا الارتجالي هيك مثل ما عم بعمل هلا، يعني بتعمل ناتور بتعمل شيء هيك بس مش شيء كثير دقيق. نعم. انا رسماتي اجمالا فيهم دقه وفيهم يعني ما كثير. يعني انا بالنسبه لي صارت جاهزه اللوحه، بعد معك دقيقتين. شو ممكن تضيف علي بهالدقيقتين غاده؟ بدها كان وقت بعد اكثر صراحه. شو مثل شو ما فسري لي يعني؟ يعني انا بعمل هون زهور وبعمل خليها تضوي اكثر بس هلا على السرعه يعني هذا الماكسيموم. يعني انا بالنسبه لي هلا طبعا كل شيء اضافات رح يعطيها حلاوه وقيمه اكثر. ايه بس انا بالنسبه لي اللوحه صارت يعني متعه للمشاهده. مثلا هلا فينا نعمل الجذوع تبع الشجره وفي لها كثير قصص بعد. معك دقيقتين. معي دقيقتين. قد ايه بتحسي حالك اوقات تحت ضغط عامل الوقت بيستفزك اكثر وبتطلع من طاقتك اكثر واكثر؟ هلا صراحه عم بتحدى حالي بهالشيء اللي عم بعمله، لان انا كثير باخذ وقتي بالرسم. كثير. لا ما شاء الله عليك، شفتك رشقه كثير. باخذ وقتي، بقعد يعني في رسمات مثلا للعذراء او للقديسين بقعد عليهم شهور. صراحه حتى اخلصهم بكونوا للكنيسه. غاده اذا بدي اقول لك اعطيني عنوان لهاللوحه، شو بتعطيه عنوان؟ يعني الخريف اللي بده يجي من بعده الصيف الحلو للبنان. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يعني يا رب. كلنا عايشين على هالامل صرنا. ان شاء الله ان شاء الله، يعني بعد الخريف والشتي يجي الربيع. الربيع ونرجع نعيش حياة ربيعية، مش بفصول الطبيعة وأكيد مع فصول الطبيعة بس بحياتنا اليومية اللبنانية. غادة بدي لك يعطيك العافية. ميرسي. شكرا لك. إذا هيك تحبي تودع المشاهدين بس وجهك للكاميرا. أيوه واو هالمنظر اللي وراك حلو كثير حلو. هذا المنظر بدير القمر كمان. بتاخدي اماكن مثل ما انها بترسميها او يعني بتخيري شوي بهندستها بحق لك كفنانه تشكيليه؟ اكيد اكيد بغير ايام اكيد. نعم. شكرا لك غادة. شو بتقولي لكل المشاهدين بختام لقائنا معك؟ بقول لهم انه خليهم متفائلين، وعلى طول في ربيع وعلى طول في صيف وعلى طول لبنان معودين عليه
اب اند داون، بس هالمره ان شاء الله بتكون لاخر مره. بدنا اياه على طول اب 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 دخيلك. اكيد اكيد تعبنا نحن وداون. اكيد. شكرا لك الفنانه التشكيليه غاده نجار، وشكرا على هالرسمه الحلوه هيك اللي شوي ردت لنا الحياه. ميرسي، اهلا وسهلا. مشاهدينا بنروح الى فاصل ومنتابع من بعدها.